حدخو ديما بركا لاذا العباديسو محنقو يا ذايتو وادان تدي قو حدا هيدي نين دانتين ايا وكل اله بانو دوان هدي دي ما محن بوق يا قيلية سواحن لوغو دوان ايا كوا دانتين ايا دوان لها حدخو ديما معها وارنتي سواي عبادته أهان لهد رسول كين صلى الله عليه وسلم أي نوع أمر لها نفر لها ناس نين لها نعم ليش لأن رسول صلى الله عليه وسلم هو نويري يا وحكست إذن دوينا يجندر إلا وقد أمرتكم به يا وإذن كأمري بويري يا سدوا كلو وحكست إذن دوينا نارتا يا إلا وقد نهيتكم عنه وإذن كنهي بويري نعم حضروا عبادة معها الدين معها هذا الدين أهل له صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الله ين ولين ما بغشين صحابة أنت صفقة شيء سلوح له حيسا يا هو له هذه عمر نوح للسياحة حتى ولي وسهيلي مايا كون صنع هذه الرياضيان حتى أركي مايا خلصة مركا أثارت أولى بدي أركي ساعة عكسي قيدي بقى أركي ساعة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه يا سيدة مصنفك ابن أبي شيبة عمر أيا وحال وشاقي قوم أيا وحي سميين كدبنا وحي بلابين يا إن أدعيان مسلمين تأي أميركا ضلذيب عمر بالخطاب رضي الله عنه وحو عطصدي إلو ويرو تتكاسي مركاس عمر بالخطاب وحو عطصدي قل إلو دياريو مركي إماضين وشي أيو لدعي نعم هذا عمر بالخطاب رضي الله عنه نعم سيدوك الابن مسعود رضي الله عنه فهم كيسي سدو أفهمي دين تأيص النظر ما ذكى ما جاريسي وما يواي ابن مسعود ماذا قال والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة أما إن لقد نقوه بود بودكاس إبادو اتفاق حافظ واحد بابك لما باب كانوا كوكيان وكسر رأى أبو العباس القردبي وغيري وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك الرنكاس وحى الصوفية بدعاء إلي مادين فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه وحو كميديا وحى حرامين تيسان لسكو قلافين لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن يصب إلى الخير لكن نففيالك وشهوة اللون نسبيه وحي كأت كاتي إمبادان وكم إذا ضدك خيرك اللون نسبيه حتى لقد ظهرت من كثير منهم إلا أي كسو مقاتي إمبادان وأيها كم إذا فعلات المجانين ضدك وعلا في علاده السمايان سيبوديان إيا واسب يعني عرورت وحي السمايان سو مجد وحاسو كلاتا صوفيادي سمايدو لي حتى رقصو إلا أي رقصيين لي صوفيادي رقصيين صوفيادي سمايان ويس جيجبيين بحركات متطابقة دقاقيال اسكو جانغو ان وتقديعات متلاحقة يغوغين او لسك دبغينيا دق 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 لسك دبغينيا وانت حتى واقعه حشو در وحي لغارتي بقوم قوم او من صوفيه كميدا الى ان جعلوها عيارتاس اني كدغين من باب القرب وصالح الاعمال باب كداعاتك ايو اعماش صالحه وأن ذلك يثمر سني الأحوال وحنا يريدين بودبود كاسوحو قليابا حالده أب أسرية ها وهذا على التحقيق من آثار زندغة أرنطانون حقيقي كنت مركز لسوغو وإرادتك كتنا شيء زندغة كوا منافقين تريدكو دي ووحن دين همات ان دين لغة لغة سو ما تشيدد وقولي أهل المخرفة وحو ينكوا عن مسكح دالحين هذا الكوديوي والله مستعان إلهي وكلمة ضلبينا كوى نوعاس ومد عبادة وقت سبحان الملك القدوس إلهي صمدهن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكر يقول أحي أحنا وكشتا يهوهو يصلح له أو عيارة ياما مروا حقا أجيستا مروا حقا أجيستا مروا اسقلوا عيو حدي لقو إنكرم حولايا ذكر قال لديدين ذكر قال لديدين مصلبا سلم يا شركي بقى يا رسول الله مدد سريعا يا
رسولك إلهي وسدك دقا نوغوس وقرمد مدد يا جيلاني جيلاني ونوسو قرقار جيلاني محقوق بكرة وذا تضواب الله سنة كهر لنتوق عراق وآسن أسيقان حريست إلهي وباهن سبحانه وتعالى وحوسن بالآدم لهين إن هذا انت السيسد حقوق ذي الله لها يوحي إلهي سبحانه وتعالى لها إن المخلوق سيسو كدي من آتنا الولدي دي وليو بيانها أي شيء كان عجيب كاوحا كم إذا وحي إليه إن رسولك النعبيه صلى الله عليه وسلم رسولك النعبيه قال لي ما هو dadka qaar takfiirku waxay u moodaan kaliya kuwaan aan hilib ku cunin iyo wixii lamida suufiyadu ayuu qabuuriyeen hadana takfiiriyeen dhanna shirkiyada uga jiraan dhanna dadka gaalaysiyaan oo diinta ka saaraan maxay yahay markii la yiraahdo qofka nabiga uu naciib yahay muslimu ma aha way sooma hukumkiisa waa maqaf nabiga naciib sallallahu alayhi wasallam waa kaafir waa waa gaal qofka muslim ahayn waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xuquuqdiisu علمات أهل السنة كتابي كقرآن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم